الاراء اللي غادي نعطيو في هذا الرياكشن ما غاديش نكون انطلاقا من الخواء ولا الفراغ، بكل تواضع عندي اكثر من 10 سنين ديال التجربه في هذا الدومين هذا، يعني خدمت المئات ديال البروجيات منهم اللي معروفين عالميا، الميكساج الماسترينغ البرودكسيون بزاف الحوايج، وعندي واحد العوينه اللي كتقدر تشوف يعني وتقدر تحكم وتعطي واحد الانتقاد، اللي عطينا شي انتقاد يكون بناء ان شاء الله باش نزيدو نطلعوا النيفو. الوغ نمشيو نبداو الرياكشن ديالنا. اصدقاء قبل ما نبداو، هاد السميه كدوي على راسها، هاد السميه هادي علاء الدين الرئيس، هاد السميه عطات بزاف، انا تنقال عليها في يعني فاش كنت عاد بادي سينو غمان. هاد السيد الا كان باقي مستمر من ديك الوقت حتى لدابا غيكون فرع الطرح طلع النيفو. الوغ تحيه لعلاء الدين هو اللي داير المخرج ديال الكليب هذا، ليتس جو. وو وو هاد التيكي هذا مغربي واقع ياك تي كي؟ اوكي سامع بيه وباين خدمته زوينه. الوغ نمشيو نسمع. مازال ما طاحش الباش، الشباب راه كلشي تقدى، كطيح حتى الروح الكاش دابا بزلام. تشد شي الاصدقاء، خويا فيرا بالرجوله طلعتي النيفو. بالنسبه لي الكليب هذا غادي يطلع به النيفو ديال الكليبات في الراب مغربي كامل، ودري زعما اللي عاد بادي. اشنو هادشي كنشوف بعينيا؟ يا سلام. واخويا علاء الدين نتوما كيفاش درتوا لهاد اللقطه؟ واش هادي طروادي ولا شنو؟ انا بعدا ما فهمتش كيفاش هاد اللقطه درتوا ليها. غالبا غتكون طروادي، غالبا غيكون واحد الضواو حمرين، صايبتو واحد الديكور، هبطتو دوك السناسل وداك الشيء، وهداك الشيء الاخر ستوه بتريدي، غالبا غتكون تريدي باش صايبتو هاد العيبه هادي. وما عرفتش اخويا كيفاش درتوا لهادشي. المهم هادشي واو. وطلم قدو كلافات لاسي دول ماش، بنادم حمق لا تعدى، مستقبل خاصو انعاش، مستعجل بشر فقدا، راه كل صباح في البانوراما اضرب هاز البانورانا، ما بغيش نبقى غدران كني زرنا با 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 با. كيعجبني كيفاش كريمي هاد الساط هذا، طيط طيط فيرا صاحبي، ما كندوش الهضره الخايبه انا عندي فلاشين بالباقة بالورد اللي فينا حنا ومازال الباقات، تقد القلب كتزيد سرعه لا قرا ولا قاب، ربط تدفق ما قال كل طرا. كيعجبني بزاف كيفاش كيريمي فيرا لقب مع ما قال، يعني كيمشي بالوزن ما كيمشيش غير بالقافيه. اوكي مقام كل بيستل مقام بومبا كل فيس كيدخ في الكومبا بومبا في صراف لومبا لجرا ويب اب صومبا في البيف كنبان انا كوندا في البيت الفلو دي البيف غادي يريميها مع البيت، ماشي هذوك الريمات الباسلين ديال كيقول لك كسرونا سخونه، ذاك الحموضه اللي باقي كيديروا شي روابا في 2024. دري باقي عاد بادي، باقي جون، الدري عنده مستقبل بالرجوله في هذا الشيء هذا اللي كيدير. برافو عليك اخويا فيرا، انا بعدا طربتيني كيفاش كتريمي كيفاش كتكتب الكتابه ديالك بلا ما نهضروا على المعنى اللي فيها، يعني كتمزك يعني واحد كتبه اللي ناضيه وفي المستوى اللي خاصها تكون فيه وفي المستوى اللي فيه الراب في العالم حاليا. ديما كونطاني في الريل كانوا كل كروندا في ثمان سالي تدوز مليون طاني كليون طاغي كانوا كل والعمق كنا كل كروندا العمق ديال الكلمات المعيز كانوا كل طراي. وو 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 هذه ميتافور واعره، كليون طاغي كنا كل المعيز كنا كل طراي. يا سلام كل يوم باغي حتى الالينز. اوكي ضعيف غنضحي بك خويا الكليب اللي صايبتي الكليب، شي واحد ينتقد هذا الكليب وانا نرس عليه كاميرا. هذا خويا الابداع، الخدمه طلعتو النيفو ديال الكرياسيون في المغرب. انت بروسكي بلا عيد اخي السائد تلع الشيره غير تمشي بلا عين مازال ما طاحش الباش. برو 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 اللي صايب شي الكليب برافو عليك، تستاهل اخويا نصفقوا عليك. هابطوا الكومونتيرات صفقوا على خونا اللي صاوب الكليب بعدا. انا راه تخربقت ما بقيتش عارف ما من نمشي مع مول لاسترين شكره ولا مول الكليب. مول الكليب كنقول ليه بحال مول الزري. المخرج خويا علاء برافو عليك. المهم الكليب ولا الناس اللي خدموا في الكليب ديناميك بزاف، ما تيخليكش تمل، وكل مره كتخرج لك سين جديده، وهنا فين كتبان ليكسبيريونس ديال الناس اللي خدموا في الكليب. كل مره كتخرج لك سين جديده، وشوف دابا هاد البلاصه هادي دابا هنايا عاوتاني غتبدل شي حاجه في التراك، غادي تبدل شي حاجه حتى في الكليب، يعني الكليب سانكرونيزي بزاف مع التراك ومع المود. طحت الروح الكاش دابا بزلام وتلام قدا كلافات لاسي دول ماش، بنادم حمق لا تعدى، مستقبل خاصو انعاش، مستعجل بشر فقدا، قطع الراس ديال الفيكتيم بلاصي في الفيترينا
تش من كلاش كنسلي الكارير غبريمة كنشوف من بعيد حقدو لي طورتي من الجرينة. دراري شي دري بالرجولة ناضي شوفوا لي العمق ديال الكلمات حقدو لي طورتي من الجرينة كلمة فيها بزاف ديال المعاني فسر انت كيف ما بغيتي. برافو 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 وصلت كتبة انا عجبتني برافو. كل شي كيدرينا للي مطلع اللي ترينا بالوقفة بديت ندوب لي في الطابور كان واحد البلالة لاحظتو الاصدقاء فيرا كيعرف كيفاش يلعب في الكليب غريماس ديال وجهه كيفاش كيتحرك يعني غير الغريماس ديال وجهه فيه واحد الهيبة غادية مع الكليب وغادية مع الموسيقى ديالو انه ما تضحكش بزاف وكتعبر على الرجولة وبزاف ديال الحوايج فريمو انا ما فهمتش هاد الساط هذا يعني عاد بدا وتعلم هادشي كامل دغيا برافو. قلت في اللي ما لاعبين الطادور غير تكون جاي ضرب شي حطافور جاي جاي جيب معاك شي خطاخور شوف لك شي خطاف طلقتي حل معاك بنادم ذئب سد مخطاط مسيب اللي بيه كاع انواع بنادم بزلا مسلم قدا كلافات لا سيدو الماش فكرني في جي تي بهاد اللعيبات هادو ديال فاش كتأمي على شي واحد مقلات عدا مستقبل خاسو انعاش. برافو 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 الدراري بالرجولة الدراري راه هذه هي احسن لقطة في الفيديو هذه هي اللقطة المهمة في الفيديو اللي خاصكم تبقاو فيها وتقدروا فيها الناس اللي خدموا في هذا البروجي هذا اول واحد غادي بيان سور اللي دار خدمة كبيرة في الكليب اللي هو علاء الدين الرئيس ايس اويس وهاد الخدمة المشكلة كتنافس ليا يعني الكرياسيون ديال الميريكان ميوزيك برودكشن باي تي كي اوكي الريكورد يواصل اسم عريق في الدومين تاع البرودكسيون في المغرب ودري صراحة اللي انا ما كنعرفو شخصيا مي غير شفت شي حوايج ديالو وكيبان فيه زعما دري خاطر حتى عقليا ماشي غير الخدمة ديالو بعدا شابو لهادشي اللي دار الوغ الريكورد والميكساج بعدا باش كنكونوا عارفين واحد اللعيبه الاصدقاء راه الريكورد راه واحد المرحله مهمه اللي غير ريكوردي ليك راه مهم لانه الا كان غادي عنده اكسبيريونس وغادي يعطيك لونفي باش انك تعطي احسن ما عندك في المايك راه هادشي كيبقى كيكون عنده واحد الفضل كبير على البروجي ديالك الوغ تحيه كبيره ليواصل لي ريكوردا وميكس الميكساج حتى هو ما فيه ميت عيب الاصدقاء يعني انا تنميكسي وتنسمع بكاسك ديال الميكس و ميكساج ما فيه ميت عيب ما عندنا من عيبو ماستورينغ داروا في شي استوديو اخر ايون ستوديو اوكي انا تيبان لي داكشي زوين كلين في الودن في الليفل اللي خصو يكون فيه لي فريكونس بالونسين ما تنحسوش بالتراك تسمع بحال لا فونيك ولا بحال فيه لي باس بزاف ولا خدمه نقيه كوطي الصون كوطي ايماج برافو الاسيستنت ديريكتور هو عز الدين الشرايبي ها هاد الشرايبي هادي انا كنسمعها كنتخيل كانون ونيكون علاء الدين دار ايفور كبير في هاد البروجي هادي يعني هو المخرج وهو اللي مونطا الكليب وهو اللي دار الفي اف اكس اللي ما ساهلينش الفي اف اكس اللي في هاد الكليب هذا راه ماشي في اف اكس عاديين الفي اف اكس اللي مخدوم من الاصدقاء وفي النيفو العالي الهضره الخايبه اللي في التراك هي الحاجه الوحيده نقدر ننتقدها جاتني غير زايده ماشي بالضروره كان خاص الكلمه تكون قاصحه لديك الدرجه باش توصل داك المعنى اللي خصك توصل وعاد رايي الشخصي انا اصلا ضد تخسر الهضره في الراب ولا في هادشي كامل لان حاليا موضوع طويل الاصدقاء بلا ما ندخل فيه هذا هو انتقاد الوحيد والحاجه الوحيده اللي زعما تمنيت تكون ما كانتش كان البروجي زعما بالنسبه لي غيكون شي حاجه اللي واعره بزاف وشابو للناس اللي خدموا في هذا البروجي كان معكم كابريم طلعوا فيديو جاي ان شاء الله بيس عليكم اصدقاء ما عرفتش كيفاش نسيت ما هضرتش لكم على البيت وكنبغي نوجه الاحترام ديالي والتقدير ديالي للتي كي اللي صاوب هذا البيت هذا بيت ناضي وبيان سيغ كو راه عطى واحد الفالور اجوتي بزاف للبروجي وصافي تهلاو.